صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله تعميم بشأن ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1439 للهجرة. وجاء في التعميم أنه خلال شهر رمضان المبارك سيكون الدوام الرسمي في وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر.